السلام عليكم اخوان، تحياتي لكم، مرحبا بكم دائما عند سباتافون. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، نتمنى الخدمه ديالنا تعجبكم اخوان. الفيديو ديال اليوم ست برودويات الاخوان، هاد ست برودويات عندهم واحد القاسم مشترك الاخوان، وهو المعالج تقريبا هيليو جي 96. كاين هيليو جي 96 وكاين هيليو جي 99. كاين الاخوان جوج بياسات اللي فيهم هيليو جي 99 وما تبقى هيليو 96. كاين هاد الاربعه الاخوان، ها هما هادو الاخوان عندهم نفس المعالج هيليو جي 96، وهادو عندهم نفس المعالج هيليو جي 99. هادو الاخوان حتى اثمنة الاخوان كيتختلفوا، حنا غنقولوا لكم المميزات ديال كل هاتف، وغادي تشوف نتايا على حسب الاختيار ديالك وعلى حسب البي جي ديالك، لان هنايا اثمنة مختلفه، كاين الفرق ما بين 500 700 حتى 1000 درهم، كاين الفرق، يعني انت غتعرف شنو هو اللي مناسب لك. هذا هو اللي كاين الاخوان. كيف قلنا لكم الاخوان، هاد ربعه الهواتف الاخوان هما فيهم نفس المعالج هيليو جي 96، وهادو الاخوان هيليو جي 99 ريلمي ديس سامسونج 24. هاد الريلمي ديس الاخوان خرج في 2023 وهذا 2023، يعني هادو ما يلا دابا شي شهر باش خارجين. هادو الاخوان كلهم في 2022 لا هذا 2021 بجوج، وهذا 2022 وهذا 2022. ننتقلوا الاخوان للكاميرا. اخوان هادو التليفونات في السته كيتشابوا في حاجه واحده، وهو البطاريه 5000 ملي امبير، كلهم 5000 ملي امبير، والمعالج هما تقريبا نفسهم، غير هما كيف قلنا لكم هادو اربعه وهادو جوج. ثانيا الاخوان الكاميرا، كلهم الاخوان فيهم 50 ميجا بيكسل، الا جوج تليفونات اللي فيهم 108 ميجا بيكسل في الكاميرا، هما هاد جوج، هادو فيهم جوج 108 ميجا بيكسل. نرجعوا للبلاصه، شنو هو عاوتاني؟ قلنا المعالج الشارجورات الاخوان، كاين هذا 33 واط، كاين هذا 33 واط، كاين هذا 33 واط، وكاين هذا 33 واط. هادو ربعه الاخوان فيهم الشارجور 33 واط، كيدعموا الشارجور 33 واط فاست شارج. هادو ربعه حيدوا هادو، هذاك الشيء ديال الشطرنج حيدنا رجعنا. هذا الاخوان الريدمي نوت 11 برو، هذا فيه الشارجور 67 واط، ضربوا البيت تبارك الله، هذا 67 واط. هذا الاخوان سامسونج ال 24، سامسونج ال 24 الاخوان فيه الشارجور 25 واط. زائد الاخوان نمشيو نتقلوا الاخوان 24 كي سيبورتي فيه الشارجور، هذا كي سيبورتي 25 واط، ولكن الشارجور ما فيهش الاخوان. نتقلوا الاخوان افيشور الاخوان، فيهم هذا السوبر اموليد، هذا السوبر اموليد، هذا الاموليد، هذا تا هو سوبر اموليد، ثلاثه سوبر اموليد، هذوك ثلاثه سوبر اموليد. هذا الاخوان في الاموليد، وهذا تا هو الاموليد، هذا بجوج اموليد اموليد، وهذا الاخوان اي بي اس ال سي دي. شنو عاوتاني بقات لينا الاخوان؟ قلنا البطاريه، قلنا الكاميرا، قلنا الشارجور، او قلنا عاوتاني شنو؟ المهم الكاميرات، عدد ديال الكاميرات، هذا فيه جوج كاميرات، هذا فيه ثلاثه، هذا جوج، هاد جوج هادو بثلاثه، فيهم ثلاثه، هذا توهم هذاك جوج كاميرات، هادو ثلاثة الكاميرات، وهادو أربعة الكاميرات، وقلنا البيكسل ديالو. دابا الإخوان غنتقلو للأثمنة، نتمنى هاد الفيديو يعجبكم الإخوان، حيت دابا راه حنا يعني كنديرو داكشي ديريكت، فهمتيني؟ يعني راه ضروري غتلف شوية وغدوخ، ولكن نحاولو كنعطيو المعطيات كما هي. ولا عجبكم الفيديو بحال هكا راه ديما نبداو نديروه، وانتوما اقترحوا علينا في الكومنتير إلا بالكم شي ملاحظات ولا بالكم شي تعقيب، قولوا لنا شنو كاين وحنا نحاولوا نصلحوا بمره اخرى ان شاء الله. الاخوان دابا ننتقلوا للاثمنه، غننتقلوا للاخوان الارخص. كاين هذا الريلمي نارزو 50 كيف قلنا الاخوان، 50 نارزو 50 الريلمي نارزو 50 كيف قلنا الاخوان، الكاميرا كتجي ب 50 ميجا بيكسل، بطاريه 5000 ملي امبير، شارجو 33 واط. كاينه ديال النسخه 4 جيجا في الرام 128، الثمن ديالو 1700 درهم، واي حاجه كياخذ مع السباتافون مع بوشيطه مع جوج كادوات، هذا 1700 درهم. الريلمي 10 8 جيجا في الرام 256، الثمن ديالو الاخوان 2700 درهم. انفينيكس نوت 12 8 جيجا في الرام 128، الثمن ديالو 2150 درهم. سامسونج الاخوان 24 4 جيجا في الرام 128، الثمن ديالو 2350 درهم، و 6 جيجا في الرام 128، الثمن ديالو 2500 درهم. ريدمي نوت 11 اس 6 جيجا في الرام 128، الثمن ديالو 2200 درهم. وايضا ريدمي نوت 11 برو،
ريدمي نوت 11 برو كاينين فيها كاينين ديال 6 جيجا في الرام 128 2700 درهم. هادشي اللي كاين اخوان تبارك الله عليكم، الله يسخر الامور.